بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد بإذن الله حل امتحان شهر مارس الأول، أول اختبار لمقرر شهر مارس على مواصفات ورقة الامتحان الشهرية. وأول سؤال، اختار الإجابة الصحيحة 9 من 10 ولا 90 من 100؟ أقول له المسألة مش موزونة، هنا رقمين هنا رقم، نعمل إيه؟ نحط دي صفر، نوزن المسألة لقيتهم زي بعض يبقى الإجابة يساوي. طيب مين شاطر يسبق؟ مين التمثيل البياني اللي أقدر أمثل أطوال التلاميذ في الفصل؟ مادام أطوال التلاميذ فممكن نلاقي الطول بيتكرر، يعني لو أنا قلت 160 سنتي مثلا ممكن ألاقي عندي 3 أشخاص، 125 سنتي ألاقي شخصين، 140 سنتي ألاقي 3. مادام الطول بيتكرر يبقى أنسب طريقة للتمثيل هي طريقة التمثيل بإيه يا جماعة؟ بالنقاط. النقطة اللي بعدها، اضرب 3 في 5، أشوف التلاتة مع الخمسة ما يختصروش، يبقى نضرب الاتنين دول في بعض يا ولاد، 3 في 1 ب3 والمقام زي ما هو تبقى الإجابة 3 خماس. قيمة الرقم 6 في العدد ده، هي الستة واقفة في أنهي بيت؟ الستة يا ولاد واقفة في بيت الجزء من 10، يبقى قيمتها تبقى ب6 من 10، وادي الإجابة أهي. اللي بعدها جميلة قوي، جمعاية. طب المقام هنا 100 والمقام هنا 10، المقامات غير موحدة، هتعمل ايه يا مستر حامد؟ ازود لي دي زيرو وازود لي دي زيرو، يبقى المقامات متحدة، 30 زائد 33 يبقى 63، والمقام 100. هيجي ولد يقول لي يا مستر حامد اجابتك مش موجودة، اقول له ازاي؟ يقول لي والله حتى دي بسط ومقام، اقول له يا ولد ما هي 63 على 100 هي 63 من 100، حولها لصيغة عشرية. ونيجي للسؤال اللي بعده أكمل، 7 جزء من 10 فيهم كم جزء من 100؟ الحقيقة ده سؤال جميل، نعمل إيه الأول؟ نكتب 7 من 10، مستر حامد كتب 7 من 10 فوق. يوم يجي ولد يقول لي يا مستر حامد ده عايزه جزء من 100، أقول له يا ابني الجزء من 100 مش موجود، يقول لي طب والعمل؟ أقول له نحط صفر، كده بقى الجزء من 100 موجود. يقول لي يعني يا مستر حامد انقل بقى الاجابه دي كامله هنا؟ اقول له هننقلها اه بس من غير بوينت زيرو. ليه؟ لان جزء من 100 بتحل محل البوينت، ده كسر والاجابه طلعت صفر في الضرب، طالما طلعت صفر يبقى اتضربت في صفر، الضرب في صفر والصفر جزار الاعداد. تعرف تجيب الكسر الاعتيادي لده؟ اقول له اه، 23 من 100 تبقى 23 على 100. تعرف تجيب القيمة المكانية للسبعة؟ أقول له آه، القيمة المكانية يعني مكان، يعني لازم نكتب اسم البيت، السبعة تاني خانة يبقى جزء من 100، ما أقولش 7 من 100، جزء من 100 اسم البيت وبس. ها، لتمثيل البيانات باستخدام خط الأعداد، مين البيان اللي بنستعمل فيه خط الأعداد؟ برافو عليك، التمثيل بالنقاط هو اللي بنستعمل فيه خط الأعداد. السؤال اللي بعده الثالث والأخير هو المسائل اللفظية يا فوزية. تشرب مريم سدس علبة حليب في اليوم، ما مقدار الحليب اللي بتشربه مريم في 3 أيام؟ ها، سدس العلبة ده في الإيه يا جماعة؟ في اليوم الواحد، سدس علبة حليب في اليوم، يعني دي تخص المفرد. طب أنا عايز 3 أيام كمية، طالما ادانا المفرد وبيسأل على كمية تبقى مسألة ضرب، يبقى العنوان اسمه ايه؟ مقدار ما تشربه في قد ايه يا ولاد؟ في 3 أيام. نعمل ايه يا جماعة؟ ناخد السدس ده ونضربه في 3. طب نجيب الإجابة ازاي؟ على 3 فهل 1، على 3 فهل 2، اضرب فوق 1 وتحت نص، يبقى الإجابة إيه يا جماعة؟ نص علبة حليب بتشربها في قد إيه؟ في 3 دقايق. السؤال اللي بعده، أرادت إيمان عمل فطيرة بشراء 6 على 10 كيلو جرام من الدقيق، والكمية دي من الزيت، عايز إجمالي الكتل اللي استعملتها. مادام شفت كلمة الإجمالي يبقى نعمل إيه يا جماعة؟ نجمع الاتنين مع بعض. هتجمع مين يا مستر حامد؟ الـ6 على 10 زائد الـ25 على 100، بس دول يا مستر ما ينفعوش يتجمعوا. ليه يا حبيبي؟
اصل المقام هنا 10 وهنا 100، نعمل ايه؟ نزود صفر الدي وصفر الدي، كده بقت متحدة يا ولاد. اجمع 25 مع 60 تبقى 85، والمقام تحت 100. طب لو عايزه بصيغة عشرية، 85 من 100. طب والتمييز بتاعها ايه يا جماعة؟ التمييز بتاعها كيلو جرام، سواء دي او دي، سواء سبتها بسط ومقام او سبتها بصيغة عشرية، الاتنين يوصلوك لنفس الإجابة. ده الاختبار الأول، يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم يا ولاد.